ايوة المحكمة اليوم بدأت. كان الصوت واصلكم ولا ما واصلكم؟ والعبد فعل. والحقيقة لأنه إلى ميدي تقريبا والله ميدي زايدة تركز الحديث على أسئلة طرحهم محمد الأمين والحامد ميتر محامي ولي البشير، وهو اللي سوى أغلب الأسئلة إلى وقت الخروج من المحكمة، وسوى الوزير السابق قدر من الأسئلة به اللي قضية الوزير والعبد فار تشتبك ياسر منها مع التهم اللي موجهة لولي البشير. تعرف عمو البشير كان مدير سونالك وكان وزير أول، قال خلال إدارة سونالك كان ملي ولي عبد الفال وزير الطاقة، وحقا ما بعد بعيد عن قضية اللي ناقشنا ذاك النهار قضية الشركة الصينية. قلت لكم باختصار في قضيتها، أعلن سونالك كانت بموجب خمسينية الاستقلال الماضية لاهي تكهرب شارع اللي ماشي من عند كارفور مدريد قايس دار نعيم، وبعد لين فاتوا اختاروا شركة إسبانية، طرا عاقب ذاك إنهم اختاروا شركة صينية، وكانت الأسئلة تفرفر ذيك المردة سعيا لأنها تعرف ذي الشركة الصينية من جابها ومن دخلها في الموجب ومن قبضها على 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 الكلمة اللي على الاختيار اللي سابق لها. وتعرف عن قضية البشير تمحورت في ياسر منها حول الموضوع، وقضيتهم اللي والعبد فال الأسئلة اللي انطرحت على ياسر منها متعلقة بالموضوع. إيوا سوى للمحامي طفل سوى للوزير السابق ياسر من الأسئلة، قال من بينه مثلا قال له أنت في 16 يناير 2013 حالت لك جوي سولار هذه الشركة الصينية، حالت لك عرضها لمقدم الموريتان وخاطبوك فيه كلمات من مثل عزيزي ولغة، قال المحامي انها حميميه وصفها بالحميميه، رغم انه قال 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 عاقب ذاك انه بعد مثلا عاد فيه شنو ما هو رايق به وكل انه توف فيها قدر من الصداقه ولا تمطريص مع رقاش والله انه مثلا حد يعرف حد. وقالوا لعبد الفال كاع الرساله ما فيها ذاك، يعني فيها عبارات وتوف، عباره هي عايده رساله باللغه الانجليزيه إن اللي فيها لا عبارات عادية توجه ليا رقاش. وقال مولي أعلنوا ما بينه شي مع الشركة ولا معرفة سابقة، وإن اللي كان متصل بالشركة هو إدارة سونالك، وهي هي المعنية بهذه الصفقة، وهي اللي عدل التجربة للدايات اللي خاصين بالشركة في الرئاسة، هم اللي تماعدوا معاها في الإمارات وجاوها وشافوا ذا اللي عندها من الشغلة وقدروا الأسعار وشافوا ذاك اللي مناسب فيها. ذات تصاهم قضية مهمة حقيقة، وأعتقد أنها لا هي قد يقدر فيها المسؤولية لا القضاء، وعلى كل حال هي تستحق التوقف شوي. على كل حال قد عندكم توم اللي فيها رأي كجمهور به اللي فيكم إداريين وفيكم قانونيين وفيكم من أنواع الناس كاملة، وحتى الإنسان البسيط اللي قد يحكم فيها هو ده اللي خلق مقيسي شوي. يا أنت يا الوزير والعبد فال قلت أعلنك هذه قضية الشركة أنك لا علاقة لك بها لا من قريب ولا من بعيد، ونصون لك هي اللي مشات عاقبين خلق النقاش أن هذه الشركة مهمة في قصر الرئاسة في مجلس الوزراء اللي تم ذاك النقاش، أن الشركة جربت عمل هذه الشركة الصينية شركة اللي هي صون لك جربت دايات كران التابعين اللي يعدلوا بطاقة شمسية وشافت أسعارهم وخاطبوا الشركة وحصلوا منها على عرض وزاروها في الإمارات ووقفوا على شغلتها، معدلة في معرض كبير في معرض الطاقة البديلة في الإمارات حاضرة له، عندها فيه ستاند كبير معدلته وعارضة فيه تجارتها، وجبرهم مدير سونالك. هذا هو اللي قاله العبد الفال، وأعلن هو ما هو معني بالموضوع لأنه كان فيه معلومات قدم هذا سونالك برضو انه يوقع حالها كوزير لياك تحصل على التمويل.
يا انت يا محامي ولي البشير ذا ما هو الظاهر لك، عندك وثائق ومقعها الوزير وتخاطبه على اساس انها جايز يقول له الشركه قدموا لك عرضهم وانت وصيت بكذا وهذا موقع من طرف الوزاره. باختصار ذا شنو اللي دور يقولوا لعبد الفال، وقالوا صراحه هو اعلن صون لك كانوا يعدلوا مسوده رساله ويجيبوها للوزاره دورها توقعها لهم، يعني هي الوزاره الوصيه. والمفهوم المعاكس اللي يقوله ولعبد الفال هو عن هذه الوثائق على ان تت وزارتك وما قعه وبالتالي تحمل مسؤوليتها. اذا من دركانكم فهمتوا مسؤوليه هون على صون لك والله على الوزاره، هذا هو الاشكال. ولا تعودوا تعرفوا كاملين على ان القاضي في المحكمه الجنائيه عنده سلطه تقديريه واسعه للامور، يقدر ذي الخلطه ايهم مسؤول عن ذا. الوزير قال اعلن هذه مسودات تعدلها صون لك، هي اللي متابعه الموضوع وهي المسؤوله عنه، بحكم انها بينها عقد مع الدوله ان الدوله ان تفوت تحدد البليده اللي يعدل فيها الكهرباء تتوالى صون لك مسؤوليه ذوك الديات وذاك اللي يحصل عليهم وهو اللي تفرض علينا احنا بموجبه. ذيك الروايه اللي ينقالها الكهرباء العموميه الاضاءه العموميه ندفعوها ندفعوا شويه من الفضاء على فاكتوره صون لك مكتوب له انه الاضاءه العموميه نخلصوا من هالشيء. يا كان عاده صون لك هون حسب الوزير تعدل له هو مسوده ووقع عليها كانها ترتب عملها وتجبر تمويلها. وعاده صون لك هم اللي قايل اعلن اللي هو ادارتها اللي هو البشير، اها انا كنت نعدل رسائل والله كنت تعطوني انتوما رسائل بوصفكم القطاع المشرف رسائل موقعه من عندكم وعلى انتتكم. ذي المسؤوليه هون على من؟ لكن حد لا القضاء. وعلى كل حال هي بداية صعود الخلافات الداخلية بين المتهمين على السطح. وأنا تلفت مرات أثناء نقاش محامي ولي البشير مع ولي عبد الفال والراعي في الرئيس السابق محمد عبد العزيز مركز في ذا الحوار و وكيتشي مو متمونك منه، مو متمونك من هذا كان وزير عنده وهذا كان مدير عنده ومختلفين خلاف متين قدام القضاء. هو ما القضاء مشكلة انك انت كشخص ما قدرت تتحمل مسؤولية شخص اخر، وبالتالي لين تعود كان شارككم قطاعك الكم يدور يظهر مسؤوليته منين وفات ومنين بدأت وذاك اللي عدل وذاك اللي ما عدل. بالتالي هذا اول خلاف واضح لان في مرحلة معينة سوى للمحامي ولا عبد الفال قال له انت شركة صون لك بتاريخ كذا معناها شركة جوي سولار الصينية مشاو لك عرضهم. قال له انا شين عندي على المدير السابق اللي هو ولي البشير المدير السابق صون لك يحاول من خلالكم انه يعدل مغالطات. بالتالي هذا ما جا من شوي خلطة بينهم خلاف واضح. مدير صون لك يواجه بعد انه هو عنده وثائق من القطاع الوصي عليه اللي هو وزاره الطاقه، وفاد قال على انه قاع ملف من راسه انقبض من مكتبه قبل المستشار والمستشار قبل من عنده المدير المساعد والمدير المساعد نسولوا عنه قال له بقايه الوزاره فيه، معناه ملف اختفى قاع من صون لك. عاد الشحان حالا بين الوزير الاول ديك الساعه ما كان وزير اول ديك الساعه كان مدير صون لك والوزير السابق للطاقه ولا عبد الفال. عبد الفال طبعا مشى 2013 عنه اعتقد انه 2013 والبشير استمر في بالرباط في المسؤوليات اللي نعقب عاد وزير اول. اذا مسؤوليته على من؟ قالوا لعبد الفال اعلن هذا عادي اعلن الوزاره وزير تجيه من قطاعه من معاونين ورسائل وعشال عليها ويدورها توقع به اللي مرتبطه بالتمويل ومرتبطه بياسر المشي ووقعها. وانه لا يعتقد نظرا لكفاءتهم ولا يعتقد نظرا لحسن النيه لانه يعود فيهم شيء ملموم والله شيء ما واضح. والخلطه الاخرين قاع عندهم وثائق موقعه وعليها انتت الوزاره، حتى ان محامي ولي البشير سول ولي عبد الفال قال له اليس الاحسن قاع نتعود بيرسون لك لو كانت اللي معدله مشيالكم انتم رساله عليها انتت ومسولتكم عن العرض الفلاني والله مسولتكم عن المساله الفلانيه، بينما هذه رسائل على عليها راسيتكم وعليها توقيعكم. وسولوا هما سؤال ثاني قالوا انت من درا شنو هي المسؤوليه اللي ترتب انت كوزير حسب وجهه نظرك ترتب على التوقيع؟
مسؤولية اللي ترتب انت على التوقيع شنو هي؟ وقال له على انه اذا بات السؤال انه اخبر فيه القضاء، القضاء هو ولا يفتي في قضية التوقيع ومن مسؤول عن الوثيقة. المدرك كان واضح النقطة ولا ما واضح؟ هي نقطة معقدة. انا جبت لي انت كمسؤول شركة شيء اذا عدت لي معترف انك جبته حسب الوزير، جبت لي تاقد ووقعتها لك باللي مشيت لعرض شركة وانك انها افضل ووقعتها انا اللي ياك تجبر انت التمويل. الرواية الاخرى تقول انه هذا على رأسيتك انت وذا المكتوب فيه انت والكاتب ومقعود تتحمل مسؤوليته. بالتالي المسؤولية هون عاد فيها تدافع. المدرك كان واضح ولا ما واضح؟ اوكي. هذا هو اللي دارت حول الجلسة الصباحية اليوم مع ولد عبد الفال وزير الطاقة السابق. وطبعا داخل القفص فهم قدر من شد الاخبار والبشير وقوه مرتين ولا ثلاثة شهور محامي ينعت له تواقط ويتكلم معاه في اخبار ذا الموضوع اللي كانت مشيت اخبار. وتكلم فيه مع الرئيس السابق. واطال فيه النقاش مع ولد حدامين ومع ولد وداع لانهم كانوا قاعدين قريب منه في البيضة اللي قاعدين فيها في القفص متكلم. شدوا مثلا اثناء سير الموضوع اثناء ادلاء الوزير بتصريحه اثناء سؤال محاميه وللبشير له كانوا البشير متابع مهتم بالموضوع عيط المحامي مره ولا اثنتين وشاور معاه ونعت له اوراق معينه ونعت له شيء. المهم انك انت هي الوثيقه الاولى كاع اللي عرض المحامي اللي بالانجليزيه دار ضجه كبيره ثانيه على الهامش. قالوا محامين الحق المدني اللي هم محامين الدوله قالوا هاي الوثيقه ما هي في الملف واحنا ندوروا منها نسخه. قال لهم المحامي ماني عاطيها لكم انا ما فت عطيتها للمحكمه لين نفوت نعطيها للمحكمه راهو كاتب الضبط يعطيكم منها نسخ. قالوا لهم هذاك ما هو خالد لا بد لكم تعطيها لنا حالا. وخلق عليها جدل كبير ودخلت قاع فيه النيابه العامه لانه هو قال لنعطيها لكم مدال نفوت نترجمها والله ماني عاطيها لكم مارك بيليانا يعني ما بدرتها في الملف وهي وثيقه انا حاصل عليها بمجهودي الشخصي. وخلق عليها نقاش وعقب بعد القاضي حكم قال لي الوثيقه يا الله تسلم في نهاية الجلسة جميع الأطراف اللي ياك يطلعوا عليها. لك فهمتوا؟ وجا نقاش بين وكيل الجمهورية والمحامي عليها لأن المحامي قال حانوني نترجمها لكم شو اللغة العربية وأنه هو قبضها كوثيقة بحسن نية قدمها بحسن نية. قال وكيل الجمهورية أنت لا الطريقة اللي قدمتها أنت بها تقدمها بها الناس الآخر. الترجمة أنت يترجموها هما مثلا مع الطريقة اللي استغليت أنت بها الوثيقة واستفدت منها عند الآخرين حق يستفادوا منها. وخلق نقاش على أنه هو المحامي قال على انه هو ما حد ما سلم الوثيقه للمحكمه معناها ما سلمها لها ديرها في الملف ما فات عادي حق لحد اخر الاطلاع عليها. وقالوا للمحامي الاخر انت ما دمت ذكرتها في المحكمه واستدليت بها عادي جزء من الملف لان هو 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 كون ورقه هم تقديمها للمحاكمه ما هو مادي هو معنوي انت مجرد تطرحها وتجيبها وتتكلم عنها وتستدل بها عادي عرفنا نحصل عليها كامله. وعقب القاضي حكم على انها في نهايه الجلسه وسلم. وقال لهم وكيل الجمهورية على سبيل مثلا تلطيف الجو قال لهم يلا بعد لا تمروا الوثيقة لعل مثلا انه الاحتمال على تجي وثيقة أخرى بدها. قال موروها بعد الوثيقة اللي عرضت اليوم موروها هيك تعود معروفة ياك الناس كاملة اللي تستلم شي ذنبتوا نوع من الملاطفة بين النيابة العامة والمحامين يعني فهمتوا هذا 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 هم اللي خلق على هامش هذا. راني سنختار نذكر على ان القفص مسألة على ان الرئيس السابق المره الماضيه بسبب الحر انه اضطر انه يقبض كرتونه يشير بها وهذا الموضوع اثار ضجه للاسف نفهم فهم ما هو اللي يلا ينفهم به يقير بعد نختار نقول مولي يعني ان القفص راه زادت له شيار اخرى ما كانت فيه بعد عقب ذاك الموضوع واللي اثرنا هون دارت له شيار ثاني. القفص كانت فيه شياره واحده وعادوا فيه شيارتين معناها عاد القروح اكثر هو الشموليه للمتهمين واكثر تمتعهم به من اللي كان خالد. هذا بعض مثلا من الكواليس اللي لاحظت على يعني مثلا نضافت شياره جديده القفص كانت فيه لا شياره واحده وفيه 11 رقاش نضافت له شياره ثانيه. هذا بعض من باب الكواليس اللي تطرا. شخصيات اليوم المهمه ما شفت حد منها شف مثلا النهارات تمولين يجوا سياسيين ولا يجي حد مثلا راغب في شوف المحاكمه نذكره لانه جزء من الكواليس. تأمين القاعة هادئ ما فهم مقبال مشاكل كبيرة. تأمين القاعة أقل مثلا عدد أفراد الشرطة اللي أمنوا قاعة عادوا أقل لأن انضبطت المحكمة لأن كانت أحيانا تعود فيها ياسر من النقاش والجدل والأمور منضبطة
والحوار بين المحامين طبيعي، لأن محامين المتهمين أغلبهم ما هي معركته، بالتالي حكما استراحة محارب بالنسبة له مثلا يستراح بينه يحضر له المسائل الجاي. وبشكل عام الحوار اليوم خرج على قضية التوقيع، كانت قضية حاسمة قضية التوقيع، كان مسؤول عنه الوزير ولا مسؤول عنه الشركة اللي المفروض تحضر مادة حسب ذاك يفهموا من الإداريين، لأن الإداريين يفهموا الناس اللي مارسة الإدارة وتشوف الرسائل اللي تجي للوزراء يوميا يقدموا اللي زادهم يحكموا أحكام جزئية لأنهم عندهم فهم للنوع من الأمور بس من حال يمشي. إذا هذه كانت كان هو أهم شيء. أنا خلصت من القاعة ميديو شوي لأني لاحظت أن الجلسة ماشية في اتجاه معين عاد واضح، وبالتالي ملي كان عندي التزام وحاسن تلفوني بدي شارجة فيها أمبورسا قلت له بدي نمشي بالعجلة، كان يشارجي تلفوني ونعود نقدر نعدل تغطية صباحية وراني إن شاء الله هندو نرجع نعود نلخصكم ملي في المساء أهم من اللي خلق في المحاكمة اليوم. محاكمة اليوم كانت لا صدى الأيام اللي سبتها، يعني كما تعرف هو العبد الفال تكلم في اليومين الماضيين يوم الاثنين ويوم الثلاثة من الأسبوع الماضي وجاب فيها موضوعه كامل ورد، وبادي ينظرك معاه المحامين لا هي زادهم اللي يقبل المحامين ردتهم طويلة بهم اللي يطرحوا أسئلة عندهم هو بهدف، وأحيانا تعود تتراوح بين 40 سؤال 50 سؤال تنطرح للمتهم هذا استنتاجا من سؤال المحامين للمتهمين السابقين انه كان يمشي في ذاك حدود ذاك الاتجاه. على كل حال سجلت انا هون الرقم اخبار نقاش قضيه الدايات كره قد يعود بعود مهمه في شيء ما نعرف شنو، على ان دايه كره كانت تطيح ب 1529 دولار، وان هذه الشركه تقد تعود مقدمتها ب 1440 دولار، بالتالي هذا من في اطار نقاش تقييم الاسعار اللي خلق بين الشركه جوي سولير هذه والشركات الاخرى اللي موجوده في المجال. هذا في اشاره للترجيح الجهات الرسميه كفت للشركه بما انها ارخص بما ان دياتها هم اللي فيهم نوع من الجوده بما انهم استعملوا في الرئاسه وتمت تجربتهم واعطوا نتيجه جيده. هذا برضو اللي معلومه قد تعود مهمه في النقاش العام. على كل حال ما فهم شيء ثاني لاحظته مهم اليوم يتعلق بسير المحاكمه ولا باجواءها العامه. واستودعكم الله يعطيكم الصحه، تمت تغطيتنا منتصف اليوم، ندور ان شاء الله منين نعود فم شيء مهم الدحميس بين هون والدحميس نذكره لكم ان شاء الله في اطار تلخيص اللي نعدلو عاده في المساء. ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه. ذاك اللي كان يتكلم الربيع ولدومه الصحفي اللي يجيب اخبار محاكمه الرئيس السابق محمد عبد العزيز والمشمولين معاه في الملف، وعيت نتكلم في قضايا قضائيه والله حقوقيه ثانيه محاكمات اخرى، وعيت مولين نتكلم في قضايا تهم الراي العام. ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه.